غرقت صيدون عام 1447 قبل الميلاد ليختفي جزء كبير من حضارة استوطنت جزيرة صيدا. مع إعادة اكتشاف بقايا المدينة في قعر بحر صيدا، رُفع الستار عن أسرار حضنها الماء لآلاف الأعوام. من التنظيم المدني المتقن الى توفير مياه الشفه على جزيره لا يحيط بها سوى البحر وصولا الى مصادر اكدت ان هذه الحضاره بنت كواسر امواج ودفاعات لمواجهه الاعاصير المائيه. مدينه صيدون ورسمنا خريطه لها نحن بالزمنات مقسمه إلى أربع اجزاء. جهه الشرق الشرق من الجزيره بنشوف من جهه الجنوب البناء الضخم بنشوف الجدار الضخم اللي طوله حوالي 50 متر بنشوف بآخره معبد عشتارت اللي طوله كانت آلهة الجمال والخصوبة بخلف جوا بنشوف في غرفة غرفة المعبد بنشوف قناة تاعت الدم اللي كان يعمل فيها الأضاحي حتى بنشوف بقايا بناء ضخم بعد موجود هيدي بتصور كانت منطقة الحكم والملك والـ الملك قصر الملك من جهة الشمال بتشوف منطقة عامة وبتشوف عندك ساحة كبيرة كمان الجهه الجنوبيه بتشوف بقايا بنا، بتشوف الابداع الهندسي في مدينه صيدون هو خزانات مياه الشرب قد يبدو تمثال عشتار الدليل الاكبر على ان هذه المدينه هي صيدون، من الباحه العامه الى معبد عشتار قد تكون الخزانات التي استعملت لحفظ الماء من اهم ما بنوه إذ إنهم حفروا القنوات لجري مياه الأمطار إلى هذه الخزانات الضخمة ما سمح لهم بحسب مصادر تاريخية بأن يستغنوا عن نقل المياه العذبة من البر أول بير صورناه بير العالي بنقله لأنه بتشوف كيف الحفر فيه حوالي 9 أمتار بتشوف كيف المصطبة فيه تبلش مسكرة تحت منها بتشوف الكعب بس بتشوف فتحة من فوق توصل للكعب تنزل نزول للكعب بتشوف الجوار على اليمين وعلى اليسار الغرف كيف هي حوالي مترين ونص ثلاثة امتار من كل ناحيه، حتى بقايا اساسات المنازل التي تحتوي في جوانبها على اجران مياه لا تزال صامده، يبقى السؤال هل من سائل في دوله وجب عليها توفير مداخيل لمدنها في بلد يعتمد السياحه اساسا لاقتصاده؟ ما في اي اهتمام رسمي انا قلتها وبعد نبقولها هلا الجزيره في نحن كنائب غواصين محترفين في لبنان نحن نحن بنراقب وبنشوف يوميا نحن تحت عندنا كمان الان الاهم بقول لك انا وبشرك في عندنا للسنه الثانيه على التوالي عندنا جمعيه اصدقاء زيره وشاطئ صيدا وعندنا مخطط ان شاء الله تنشتغل على الاثار البحريه، تنجيب جامعات بالدوله قد يكون البحر ونقيب غطاسيه وجمعيه اصدقاء زيره صيدا خير حماه لمدينه سئم بشرها قبل حجارها الحرمان.